خلال الفترة اللي فاتت قدرت إن الواحد واحدة واحدة يبدأ يرجع لمستواه. أنت عارف إن أنا كان بقالي سنة ما بلعبش، السنة اللي كنت مرتبط فيها في النادي القديم، كان بالنسبة لي إن الواحد كان لازم يقفل على نفسه كويس علشان يبتدي يعني يرجع تاني لمستواه. النادي فيوتشر الفكرة كانت حلوة جدا، الناس كانوا بيتكلموا إن يعملوا نادي كبير، وفعلا ده اللي حصل، إن هم جابوا لعيبة كبيرة جدا وكلام كبيرة، الناس موفرة كل شيء لينا إن احنا ننجح. فده الحمد لله يعني اللي خلى الواحد يبقى سبب اختياره نادي فيوتشر. حصة كبيرة ان انت عندك فرقة كبيرة، عندك منظومة محترمة، انك توصل لأبعد نقطة واحسن مركز السنة توصل ليه، هو يعني هو ده هدفنا، انك توصل لأحسن حاجة او لأبعد حاجة. خلاص كده كده انت في الكورة يعني طبيعي هتنتقد يعني، ولازم تحترم ده، ولكن انت بتشتغل ومركز مع نفسك، لو بصيت لكل حد يتكلم عليك مش هتوصل لحاجه. الناس كلها ليها كل الاحترام وليها كل التقدير، ولكن الواحد مركز مع نفسه اكتر يعني. في مفاوضات طبعا، ولكن ما كملتش يعني. المفاوضات اكتر مع النادي الاهلي، مش معايا كشخص يعني، بس في الاخر كان قرار النادي ان مش هينفع تبقى موجود يعني، تنتقل لنادي بيراميدز في الوقت ده. مش عارف السبب يعني ايه بالظبط، بس في الاخر انت يعني تحترم وجهة النظر اللي قدامك يعني. انت عارف النادي الاهلي نادي كبير، فانت سواء اي قرار بيقولوه او انت بتبقى تابع للنادي الاهلي، فانت لازم تحترم القرار ده وما تعلقش عليه يعني. واحترمت رغبة النادي، وكان في توفيق ان يكون في نادي فيوتشر بالمنظومة دي بالامكانيات دي، تقدر تخلي الواحد ان هو يبقى مبسوط ان هو موجود هناك، وده بالفعل هو اللي حصل. عاش في امضي بنادي وانا على ذمه نادي، ازاي انا مرتبط بعقد النادي الاهلي فهمضي ازاي يعني؟ صعب جدا. كذا مرة اعارة يعني، انا في البداية خالص خرجت معار لما كنت صبت زمان وانا صغير، كنت لازم اخرج العب، عملت سيزون كويس، وبعدين انتقلت لسموحة عملت سيزون كويس، رجعت النادي الاهلي ورجعت تاني، رحت تاني اعارة وعملت سيزون كويس ورجعت تاني النادي الاهلي. كنت خلاص بقى حسيت ان خلاص وقت الاعارة يعني، اصل انت كل مرة بتثبت حاجة يعني، خلاص انت يعني خلاص الناس كده عارفين انت مش محتاج تثبت حاجه جديده، انت خلاص الناس شايفين. فانت كان عندي هدف شخصي بقى ان خلاص ان الفتره دي مش هينفع يبقى اعاره، لازم تبقى بيع نهائي وتشتغل على حاجه بقى تفضل مكمل فيها، مش تقطع مثلا تعمل مجهود مثلا في مكان وفي الاخر انت كده هتمشي من المكان ده فمجهودك بيروح. فانا كنت على الاقل محتاج استقر، كان على الاساس ده ان انا لازم امشي النادي نهائي مش اعاره. يعني شويه كان رافض، كان طب يبقى في اعاره طب كده. فانا كان يعني كان النقاش يعني كان باحترام صراحه يعني، وفي الاخر هم احترموا رغبتي يعني. ما اظنش يعني في ده غلط على حاجه، بس ممكن علشان الفتره يعني ما كانتش طبيعيه انك ما تلعبش فتره كبيره قوي، لان انت دايما كنت بتشارك بصفه اساسيه، سواء قبل كده في النادي سموحه سنتين، وقبل كده لما كنت انا متواجد في النادي الاهلي كنت بشارك الحمد لله في كل الفترات. يمكن عشان قعدت فتره كبيره، انت عارف لما انا رجعت النادي الاهلي اتصبت اول ماتش ليا يعني، اتصبت وقعدت 4 شهور، فيمكن دي يعني بعدت فتره كبيره. حاولت بقى ان انا ارجع تاني وانك تشتغل بشكل كويس، والحمد لله ده كان بيحصل، لكن كانت وجهة نظر فنية انك ما تشاركش يعني، ف
مش عارف اعمل ايه. فبالتالي الناس كانت اكيد هتفضل تتكلم ان ليه ناصر ما بيلعبش، ليه ناصر مش موجود، ناصر هيمشي، ناصر هيقعد. وفي الاخر يعني ربنا عمل الخير، يعني ان على الاقل كان الفتره دي مش هينفع اكون متواجد في النادي يعني. عارف بس يعني انت عارف النادي الاهلي برضه في الاخر ما بيقفش على لاعب، يعني النادي الاهلي كبير جدا ما بيقفش على حد. ولكن يعني انا مش عارف، بس انت في الاخر انت بتطلع، هو انا برضه طالع ليه؟ يعني الفكره برضه انا ليه طلعت؟ انا طلعت علشان راجل عايز احقق حاجه كبيره جدا، مش عايز ان انا ابقى متواجد قاعد ما بشاركش خالص. ففي الاخر النادي ده متعاقد معاك وبيديك فلوس علشان تعمل مجهود، فانت علشان تحلل الفلوس دي لازم تعمل مجهود وتشتغل وتلعب. فانا لما ما لقيتش ده ما حبيتش ان انا اكون متواجد، يعني انا احب المكان اللي انا اكون موجود فيه اضيف ليه. هو في الاول وفي الاخر توفيق من عند ربنا يعني. الحمد لله لما رجعت من الاصابه اشتغلت بشكل كويس جدا، كنت مستني ان انا اشارك وقت كبير. انت عارف بعد الاصابه دايما بتبقى محتاج وقت انك ترجع، يعني ان حد بس يستحملك انك عشان انت غايب بقى فتره كبيره، انت غايب اسبوع او اثنين او ثلاثه، غايب اربع شهور. فبالتالي انت محتاج ماتشات كتير ورا بعض مش متقطعه، وفي نفس الوقت عايز حد يستحملك، لان في الاخر انت لما بتقف على رجلك الناس عارفه ان امكانيات ناصر ايه، يعني انه ازاي لما يبقى فايق هيفرق مع الفرقه دي. كنت مستني ده وده ما حصلش، بس يعني خير يعني الحمد لله.